مساء الخير. بأسواق اليوم عنا ثلاث أخبار أساسية. نبدأ جولتنا مع تطورات أزمة اليونان، فقد تحدث القادة الأوروبية بصراحة عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو قبل القمة المنتظر انعقادها بنهاية الأسبوع حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، وهالأمر كان مستبعد جدا سابقا. فقد تم تحضير سيناريو بالتفصيل حول خروج اليونان من منطقة اليورو، وحدد الاتحاد الأوروبي مهلة للأحد للتوصل لاتفاق مع اليونان على خطة إنقاذ مقابل تدابير التقشف والإصلاحات الاقتصادية، بوقت طلبت اليونان رسميا خطة إنقاذ جديدة لمدة 3 سنوات مع وعد لتسديد ديونها. ومننتقل لجو الهلع والبيع بسوق الأسهم الرئيسي بالصين، بالرغم من جهود المنظمين والسلطات الصينية لمحاولة وقف الخسائر. شو عم بيصير بالصين؟ انخفض مؤشر شانغهاي بنسبة 8% على الافتتاح، علما أن الأسواق الصينية انخفضت بنسبة 30% بثلاث أسابيع. بالفعل هو نهار مقلق للصين مع توقف التداول بنحو 1300 شركة تجارية بمثلوا نص أسهم الصين الرئيسية. بحب شير إلى أنه تأثر أيضا الحديد الخام جراء تراجع الأسهم الصينية، وبالتالي انخفض سعره بنسبة 10%. ومنهن المملكة المتحدة معارض وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الموازنة العامة مع تفصيل خطة الاقتصاد والضرائب والإنفاق للسنوات المقبلة. من الخطة بذكر الحد الأدنى اللي رح يصير 9 باونز بالساعة بحلول سنة 2020. والملفت بالخطة المالية خطوات التقشف مع قطع المليارات من الإعفاءات الضريبية ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى. كما تم تخفيض إعانة الإسكان لأغلبية المواطنين اللي بيقل عمرهم عن 21 سنة. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. وصفحة الأحوال